بعد هزيمة مانشستر سيتي من مانشستر يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هنتعرف مع بعض في الفيديو ده على تنقيط رياض محرز في الوقت اللي شارك فيه في المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ أي فيديو ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا جوارديولا الأقرع بيتفلسف كالعادة ومقعد لي أهم لاعبته في الاحتياطي وبما فيهم رياض محرز علشان ياكل على قرعته 2-0 ويتغلب النهاردة من مانشستر يونايتد. وليكم أن تتخيلوا أن محرز اللي قاعد احتياطي ونزل في الشوط الثاني واخد تقييم أعلى من رحيم ستيرلينج اللي لعب المباراة كاملة. ستيرلينج فاندي واخد تقييم 6.2 من 10، وسيلفا اللي بدأ المباراة بدل من محرز النهاردة واخد برضو 6.2 من 10، ومحرز واخد تقييم 6.5 من 10. محرز اللي نزل في الدقيقة 59 من عمر المباراة واخد تقييم أعلى من رحيم ستيرلينج اللي لعب المباراة كاملة. ما بالك بقى لو محرز كان لعب المباراة كاملة كان واخد تقييم قد ايه؟ في نهاية الفيديو منك لله يا جوارديولا الأقرع، طول ما انت بتتفلسف هتفضل تتغلب كمان وكمان، والمباراة التقيلة جاية كمان شوية، مباراة ريال مدريد، ونشوف هتقدر تحافظ على النتيجة اللي انت عملتها هناك في ملعب ريال مدريد ولا هتاكل برضو على قرعتك وتتفلسف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.